تعالى اسمع. مش سامع؟ ايه يا ما؟ البنت بترجع. طب ايه شاكة فانج اوفر؟ لا البنت بقى لها كذا يوم ما بتخرجش. انا شاكة بوليميا. ليه بس من ايه؟ انت مش شايف بتخس ازاي يا عمر؟ خلاص نتكلم معاها. لا طبعا ما ينفعش نتكلم معاها. لازم نتكلم الاول احنا عشان مش عايزه اخد البنت. ماشي حاضر. انتوا بتعملوا ايه؟ ليلى انتي بترجعي عشان تخسي صح؟ لا لا يا علاء طبعا انا. ليلى ما تكذبيش. انا مش بكذب انا بس ما استحملتش المسقعه. ايه يا حبيبتي المسقعه كلوها اخواتك وكله تمام مفيش حاجه. انا تعبانه عايزه اروح انام. طيب ممكن تعملي لنفسك حاجه سخنه؟ حاضر. منو ايه؟ ليلى اياكي تكوني بتعملي كده. انا عكيت الدنيا قوي. عكيتيها شويه. عمر احنا ما ينفعش نكلم البنت نقول لها اي حاجه. واول ما البنت خرجت دخلت فيها زي المدفع. مع الموضوع برضو مش بسيط يا عمر. الايتنج ديس اوردر ده مصيبه سودة. البنت ممكن تدمر حياتها كلها. امك هي السبب. امي مالها؟ مش بنروح نقضي الصيف عندها؟ تشوف البت لابسه المايوه زي ده نص كيلو تبهدلها، تلاقيها خاسه تحسسها انها خارج كاس العالم. هي بتتكلم كده عن امي. اسف. بس عندك حق. امي هي السبب. عارف ايه اسخف حاجه بقى كمان؟ رايحه مع خالته دبي عشان يزوروا نهى، وسايباني انا البس في التكريم بتاع بادا. انا بجد مش فاهمه ازاي المفروض نروح الجونه الاسبوع الجاي وعندي ليلى وعندي المحل. انا مش عارفه اعمل ايه. هو في يعني الموضوع ليه في مشكله؟ ليه لو ما راحتش والدتك لازم احنا نروح يعني؟ علشان ما ينفعش نسيب بابا في يوم زي ده لوحده. يوم ايه يا مها؟ ده يوم عادي جدا على فكره. ده مهرجان اول مره بيتعمل. يا عالم اذا كان هيكمل ولا لا. مش نوبل يعني. هو مش عشان انت ما بتستظرفش باب فتفهم من اي حاجه هو بيعملها. انا مش عارفه اعمل ايه في موضوع ليلى ده. انا بجد خايفه البنت تاذي نفسها. مش شايفه انك مكبره الموضوع شويه؟ الكلام ده كان ممكن تقوله زمان. بس دلوقتي خلاص. ما بقالكش الحق ان انت تتكلم بالطريقه دي. يمكن لو الكلام ده كان من سنه سنتين كنت قلت لا. اطمني هنحلها مع بعض لاننا كنا في صف واحد. احنا لسه صف واحد يا ما. لا احنا اتنين تايهين عاملين زي ما يكون نسينا كل حاجه. محتاجين حد يفكرنا نتصرف ازاي. ماشي يا ما. وانا بقولك انا مش فاضيه خالص ان انا اسافر الويكند ده. اللي انا مش قادره افهمه انتي ليه ما تقدريش تاجلي سفرك؟ لا انا ما ينفعش ما اروحش يا ما. يعني مش عشان انتي مش طايقه الراجل يعني يلاقي نفسه في يوم زي ده لوحده. خلاص براحتك. لا خلاص انا هتصرف. اعملي اللي انتي عايزاه. ما معلش لازم اقفل معاكي جالي تليفون مهم. اوكي حبيبتي بقى. أيوة سميرة تمام. إيه؟ لا قولي لهم محدش يفتح أي حاجة لغاية أما ناجي. يعني إيه بعتوا الحاجة من غير فواتير؟ إيه لسه؟ عارف انا ما شربتش السجاير من الصيف اللي فات. مش مصدقك. اه والله بجد. هو الصراحه يعني لسه شاربه سجاره امبارح. بس ما تحسبش. ليه؟
عشان في سبب قوي. لا وهي مراتك فين؟ أنا جيت لوحدي. ليه؟ على فكرة حماك شكله راجل لطيف. صلاح الملاح لطيف. ويتقال عليه حاجات كتير آخرها إنه لطيف. والله أنت اللي ظن. خلاص أجيبولي كمديري كوتوجراف. شايفاه قاعد طول الحفلة ما بيتكلمش غير على نفسه؟ آه يعني الصراحة أنا كمان حسيت إن هو بيحب نفسه شويتين. يحب نفسه يا ستي من غير ما يشوفنا كلنا جرابيع. حلو قوي النهارده. قوي. أنا حاسة إني تمام. الدنيا بقت أحسن بكتير بيني وبين سيف. أحسن من أي وقت في السنتين اللي فاتوا دول. بنحاول نخلف تاني. خبر لطيف. يعني هنشوف. أنا أروح أشوف بقى حمال لطيف عشان ما يقولش ان انا مقضي وقت لطيف بعيد عنه. الو؟ ايه ايه؟ تاني؟ طيب طيب ماشي يلا انا جاي دلوقتي يلا. ليش يا هلا؟ إن شاء الله هتبقى كويسة. مش هتبقى كويسة، مش هتبقى كويسة يا عمر، أنا عارفة ده. أنا مش عيلة صغيرة فبلاش تقول لي الكلام ده. طيب أنا آسف. أنا للأسف. أنا بس متوترة، مش عارفة سيف فين، ما بيردش عليا يعني. عشان كده فسوري أنا آسف. طبيعي. هو أنت اللي جيت النهاردة؟ أنا حضر تكريم حماية. حماك اللي أنت ما بتحبوش خالص، اللي بنته نفسها ما جاتش النهاردة. أنا جيت لأنها ما جاتش. طيب أنت بتحاول أهو تصلح الأمور ما بينكم. اتضايقت ليه لما قلت لك إن أنا وسيف بنحاول؟ أنا ما اتضايقتش ولا حاجة، أنا بس بحاول لكن بفشل. بس واضح انكم في حته احسن. مفيش حد فينا في حته احسن يا عمر.